السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والسرور. أول ظهرة لي اليوم من البيت، من حجرتي يعني بالأحرى، وما ظهرت من البارحة. دخلت حجرتي الساعة 12:30، ولين الحين أبوي ما ظهرت، وهذه ظهرتي الحين. ظهري كل يوم أصور يكون شيء واضح، اليوم الليتات مخربات. عادة يحطون العرب الليتات في بيت العروس، نحن أبوي حطينا بعد حتى في بيت المعرس. الفرحة بيت أهل المعرس وأهل العروس، ما قالوا الفرحة بس بيت العروس وبيت المعرس ما لهم شيء، شرات سمونه ما يبدهم غير سمونه. لا 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 لا، هذا لف في الشارع ولا في القانون. من العرب يقولون والله نحن ما سمعنا أنه يلبسون بيت المعرس. لا أبوي، يلبسون بيت المعرس ويلبسون بيت العروس، هذا من النواتق. لا لا لا، هذا من النواتق، وشيء من النواتق الواحد يسويها شيء يطلع شيء إيجابي شيء زين، ما بلازم الشيء الجديم هو الصح والشيء الجديد غلط. لا، حتى شيء الأفكار من طبخ ومن أكل ومن لبس ومن سير ومن سيائير ومن يعني الدنيا كلها تطور الحين، كل الدنيا تتطور، كان في أكل ولا في شرب ولا في كل شيء يكون في الدنيا العودة، مش شيء يعني هذا شيء بدعة ولا شيء منكر ولا شيء يور، لا شيء من الابتكارات. بعد حلو أن بيت المعرس يلبسون ليتات، ليش يعني بلا يعني المعرس بيت ما في فرح، لازم الفرح بيت العروس وبيت المعرس، لا بد كل حد أبوي بيعرس لازم أبوي، وما يكلف أصلا تكلف بهانس دور ما دار البيت، بيلبسون الخيل بيلبسون الملاحق والفل والإدرات وكل اللي تشوفونه، هذا بيشتغل 4 أيام هم يلبسون بدقة رزج بهانس ما له أي معنى، رقم ضئيل، رقم ضئيل زيادة عن اللزوم، عدال الشغل اللي بيستوي الرقم وايد ضئيل. هي نعم ضروري المعرس أبوي يعزر على هله، يعزر على هلا أبوي ضروري، مثل ما تلبسون بيت العروس تلبسون بيتي أنا ضروري على كل حال. اللي يقول ما يتلبس بيت المعرس هذا أبوي ما عنده سالفة، وهذا يعني من البخل بيكون أكيد، أنه عنصر البخل له عامل أساسي. علي وايد كلام وايد كلام، أنا متى سويت وايد كلام؟ أنت بعد وايد تطيح وايد تطيح وايد تتكود بخير وايد كلام بعد. أنت الله ما في النار بارد، شفت الليتات صراحة؟ شفت زين ولا؟ تعالي خبري أول، خبري شوفوا عاد الحين هذا شو اسمه؟ ربتي علي ما عليك؟ ما سويت شيء جبتي لي. إنزين ما عليك. بينة بيتر. هذا داخل بينة بيتر. أيوة. فطرافة سمسم. وعسل تمر. دبس يعني. وهذا سمسم. إنزين وهذا؟ هذه غريبة جديدة، هذه فيها مربة ورد فيه. وكوك محمص. إنزين وهذا؟ هذا بسكوت على لوز من فوق. أيوة شكرا شكرا جزيلا. Good morning. Good morning. How are you, darling? Thank you. Hi, girls. Hi, sir. How are you? How are you, Dwarka? For who this one? This for me. For Modi, sir. And Mahsen? What? Mahsen, Mahsen. Mahsen, Mahsen. The Egyptian. I don't see. I didn't see. He didn't come? No, I didn't forget to see. Yeah. Maher? No. أنت وين؟ ما أشوفك، اسمع له الخرخشة. بسم الله الرحمن الرحيم. How are you؟ كل شيء زين؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ها شو في فايد؟ تبارك الرحمن. هاي مفروض الحين نكل منها على فكرة، لكن نحن زرعناه مخر، زرعناه مخر شهرين، فلذلك أبوي بتاكله مخر شهرين. هي نعم تعال لعبة هي. شرعت الدوام، داومت الساعة 8 بتظهر العصر، داومت الساعة 7 بتظهر بويه الظهر. هالنمون أعطني وأعطيك، ولا شو رأيك؟ صح كلام؟ صح كلامي؟ بعد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هي زي سويتي جزاك الله خير. هاي بعد ما بشرت هذه؟ ما في ريدي؟ روبها ابوي السند وبشرت. اي لكن ابوي خربانه. خربانه؟ شوي. اي هاي السند اللي قلنا قبل يا سلامه. لكن ليش خربانه؟ بطل طايح وانت ما شليت تراك. لا 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 ما ب... ما ب... ما بخربانه. ما بخربانه. اي هي لك كان مفروض تبلغ زين. والله ريحتها رقم واحد. لكن المشكلة انها بطت طايحة ما شلها من تحت. محسن شي لقت؟ هذا قلنا لكم الهمبة اللي بلي صلى الله سند توها بادي تبشر. اه لا هاي حين ما تروح تاكله. هاي حينة هذه حينة هاي خلها ما لكن هذه هاي خلها تحتمها تحت إيه لكن لها شو حطها هني فوق تحت الزرع هني فوق بين الورق عتباتي لها رطوبة إيه ولحفها بالورق عادة حطها لأن أمس ما تشوشة مبيد فما بتروم ها لا هني هني حطها هني وذكرني بعد ثلاثة أيام لو أربعة أيام نكشف عنها إيه خلها هني عند دقة الشمس هاي السندوق قلنا لكم بليات بليا صلام هذا طلالة بلا وين أطيها وين هذه؟ هي خلاص يا بشر خلاص قطعها كامل لا تخلي شيء بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي محسن يتريع عاد هناك وصلاح شلك بنت وصلاح يقولي والله خل محسن لا تودي وياك البحر عاد روحهم قوم هلال ما بقاهرين محسن هي والله ما يساعدوا ويا من يرسون ويا بي يندمجون ويا بي عيبهم هو مشكلة لا ينكت ولا شيات بس اللي هنمونه مويم سامان ديقة هذا يقولك عنه سامان ديقة قطعها هي خلاص غاية حينة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تبارك الله بسم الله يلا الحين هي بس هي هذه حينة الله يحفظكم مسك هذا مسك هذا خليه يتخقق بها شوي مسك هذا كله مسك هذا كله هذا وقت الخقة هذه بارك الله فيكم الهمبا الولايتية اللي قلنا لكم مالت نسيت تشيل البلاد بنما أظني مالت بنما هب بنما نسيت والله شيل البلاد ها نسيت والله يا مهر هاك اليوم عديت بلادها من بلاد مهر بخبركم شي بلادها من عقب ما أسير الحين بنلفها بجرايد وبيونية وهذا ما تصير تبلغ بنرويكم انها هذه اخير همبه توجد في الدنيا العودة هالنوع من الهمبه وتوه مزروع في الامارات يعني جايبين قوم حمد البيره قضني من مد بسيطه ويبي شيء بسيط وعطوني انا قوره وحده لا هاي عاطني اياها محمد البيرق هاي عاطني اياها محمد البيرق اخوك انت يا حمد اعطاني ثمان انواع ما بالله نوع ثمان انواع من كل شيء وكلهم ما شاء الله ضربان ما وحده منهن تعبت كلهن الحمد لله ضربان ولله الحمد وكلهن اول مره ينزرعن في بيئه الامارات النوعيه هذه بسم الله ما شاء الله تبارك الله ان شاء الله هل تحرون اللوم يحط تحت امهاته في النخيل بس وفي عمان والمزارع والحيور وفي البقاء والعين لا 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 هذه مدينة محمد بن زايد أبويا تحت أمهاته يحت من كثرة خير ونعمة فضل من الله سبحانه وتعالى ها انهضى هالركن الركن هذا حط لجناه انهضى فوق هذا اللي طايح تحت لا من تحت تحت من تحت ارفعه لا 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 لا, لا. ها, ها, ها ها هذا ها هذا رفعه شي هالشكل هي لا لا عملنا تبيش الفائدة زاغدنا هذا انهضى فوق حط له جناه هنيها تحت وانهضى لين فوق خليه يلحق اخوانه بلاها من غضن طلع شو تقول حق محسن تو كنت حجرتني حجره هي حجره تكلم معاه لا انا استنى حجره يقول لك حجرتين هناك في فندق اللنتر في بانكوك حجره حق روحه ما يبي حد يبات عنده صح؟ انا وانا اثق فيه
وانت وصلاح مع محسن مع اسد وفي حجره ولا محسن عندي انا انت لا نحن مره هبه ناخذ سويت صلاح حجرتين وبينهن صاله انزين الصاله بيبات فيها محسن وحجره انت ويدري ولك وحجره هنا شو رايك خلينا نرمس هذا يعله ما يرمس يا الله رب الهلاتوس حشره زغنبوت تعرفين شو السبب؟ لأن ياسي وايد ها شوفوا شوف ويني وايد الحين هو يوم يشوف الأوادم ينينونه صراحة سلح في القفص ويعني لازم تاخذ من سامانية أنا لازم تتوك متريج يا الله باقل باقل قلت له باقل لحفه شوي صراحة لحفه خلي ولي حطه هناك عدال تشبعنا جدر لا جدر تحت عزوليه يا مهر عزوليه حطته تحت يا الله يغرب مهر جدر تحت تحت في الارض هي بس سر انت شكرا بس سر انا اروح بوثقه منور يا عم محسن زيك ها شو الاخبار الحمد لله خير عملت ايه نمت النهارده بصراحه اشوفك حتى وجهك مبرد اول يوم ايه كل شيء زين الحمد لله فطرت ايه المربى وهذا شو عيش عيشه عيش الصبح منو طابخ عيش خمير 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 خمره عليك ان شاء الله اربع دخاتر أربع دخاتر أربع دخاتر ما تعرف الخمير خمير خمير هي أربع دخاتر أربع لا طايف غير أربع دخاتر في الامرجنسي روم أربع دخاتر تعرف المينينج تعرف شو أقول أنا صلاح يقول ما أعرف شو قلت أنا شو أسوي عادة هاي نقوتي سألته شو هذا اللي شربه هو شاي كيف تجي شو لونه ابيض هي صراحه هذا حين شاي لونه ابيض ايه هذا ايه يكون بعد عندك عمل وان ايه هذا حين لونه ابيض ايه لا حول ولا قوه تبى تعرس ما شيء عرس قدام يوتي ولا حبوب ولا ما ت... ها انت اي ها انت مجنون قايلين لك العروس ها عندها احمد ومجنون احمد بارك الله فيكم خراف اليوم هذا كله سكري شو ما شاء الله سكري هذا الجبل ايه خير صلاح وشو بها هذه مقير وهذا خلاص وهذا شيء ثاني وهذا شيء ثالث الحمد لله نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى كنيبيات وهاي قريت ليسات فيهن شماطيط محسن حق البحر صب لي أنا وليش أنا ما بصبري استرب الصب حق عمرك فوق شارات المغاربة فوق بعد 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 فوق فوق صلاح أيوة شاطر فوق 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 صلاح فوق حبيبي يا الله منك ليه تضحك؟ ايه هاي وين رتيعة الحين اختلفت الميزانية من الصبح ما تزينك يا تكعوينة بس يا الله حتى ما تكلفت حار ضو بينصلخ تمك اخ عليك صلاح اخ عليك ملهوط انت هالشفطه علشان يفيج الباجي اللي فيه الغوري هاي الشفطه هاي سر الشفطه يسمونه الحمد لله الحمد لله يلا يا سعاده شو بلاك الحين ها شو وين بتصير صلاح زوج علي بابا ما بزعل يوم السبت شو من الوقت نحن ده وين الحال زي اليوم الخميس
الخميس العصر ما بثي واليوم ما بثي انزين انا في البحر زي يوم السبت ان شاء الله يوم السبت في الليل ايه بالليل المغرب المغرب يوم بيوم السبت ضروري اشوفك زي يا رك الله ويا الله خشمك يلا هات يقول لك اللي هذا الصحن ها ايش عندك انت هريس ايش اسمه هذا اسد شو تريد شو تبغي ماما تبغى تروح مستشفى ماما هنا داخل المستشفى بيقول لي ظروف بيت بعدين تعال انزين توكل على الله ماما في تليفون ترى ايه اوكي نروح بابا يلا ودي تمر ولا ما في لا صبر وديته امس وايد اليوم خلنا نودي حق فريجنا يوم يوم لكم يوم الفريجكم يوم الفريجنا نحن يوم فريجكم انتم بنياس وهاي شيء بقعكم تلحينا اول شيء يا اخي ايه قول لي لازم اول تشغل السياره وتشغل كنديشن وتريوس وتشلن معاريس حبي بيلبسون ليتات ان شاء الله لا كذا يوم الجمعة الجاي العرس العرس مال حريم حبيبي ما بمر جايين بس انت هنا انت رجال كيف بيصير مكان الحريم بتزف المعرس انت معاي انا ايه انا وانت بنزف المعرس ان شاء الله ان شاء الله هذا لا خليه منو هذا؟ ما خليه لا بخليه هذا وراء الكواليس شو يا شو يريد؟ لا يجود الحال دواء يقول لك يوم أنا مش موجود لازم تسوي قهوة ترى بيجيك ولازم تسوي القهوة إيه الله ما بيسامحك يا صلاح ما تلجمون للدلة كل يوم حتى لو يجي على غفلة لجم الدلة تعرف كيلو القهوة بكم؟ 50 ربية 40 ربية 30 ربية الكيلو يسد 10 أيام انت شيء في اليوم تسوي غير فنيالين؟ صح ولا لا؟ ولا تودي بنقلة انت تبيع القهوة؟ تهراني؟ هاي الطنس هذا لوتي بعد ما بهين يلا خلاص؟ شو تريد انت حينة؟ وما يقول لي على المجيء هي بي غدا من العيد لا تسوون لا حق البشاتير ولا العمال ولا لأي حد هي 5 نفر ولا 10 مطحنون هذه مطحنون يوم بطر الشيء طر الشيء الوافي يلا الله يحفظها وتتعرف 100% يوم الشيخة مهرة طر الشيء طر شبوي اللي حق بيت يأكلونه حق 20 بيت فعلى الشر والبلع عنها يلا سر يلا خبرهم ابوي العمال اللي جاي من الشارجه ان بيعيدون اليوم بيغيلون بياكلون ابوي الحيمه ما حد يتكل شراته يلا بارك الله فيك من المتعارف عليه كانك عازم اوادم على العشاء العشاء معروف وقته متى حتم العشاء اضطر اشيلهم عشاء بيتهم العشاء يوصل بين المغرب والعشاء بالكثير عقب اذان العشاء بربع ساعه كانك بضطر اشيلهم ريوق الريوق يوصل ابوي من الساعه 6 لين الساعه 8 8 ونص ما بعد الساعة 8:30 هذا ما بس مريوق هاي اسمها فوالة واللي بيطرش غدا بيطرش غدا حق يارة صاحب صديق مني ولا هناك بيطرش الغدا ما بيجيك يتغدى البيت بيطرش الغدا الغدا لازم يكون موجود عندهم من يدن الغدا بوي واصل هذا وانت عداله ما بالكم مطحنون الله يحفظها غداهم وين جاي من العيد واصل الحين له 10 دقائق أو ربع ساعة وهو من العين هذا قانون اللي بيندب حق حد شيء يندبه وقت اللزوم وقت غايته وقت حتمه ما بوقت فاللي بيطرش يطرش شيء يوم غاية غاية الشيء ما شاء الله يا سلام يا سلام يا سلام البنات هذا ما يوب مطحنون الله يطول بعمرها ويحافظها هذا عيش أبيض على ذبيحة وهذا بعد عيش أبيض وخبز بعد على ذبيحة منقير وهذا فوقة مطحنون الفوقة مع البيت مطحنون هذا عاد الطبخ الأولي اللي ما حد في الدنيا العودة ييسر أو يعرف أو يفكر أنه حتى يتعلم يسوي شراته وهذا بارك الله فيكم بريانيهم عادة حدث ولا حرج مطحنون عندها آلية في خدمة وتوجيه بشاتيرهم وعمالهم من قبل الاتحاد من يوم الدنيا دنيا
بارك الله فيكم بعد من غير هاي ذبيحة عادة على شو؟ على بلاليط. شوف الحماد هذا ذبيحة على بلاليط. هاي تبيداته هاي الكليوة هاي ذبيحة بعد من غير على بلاليط. هذه عادة بارك الله فيكم الهريسة اللي يطرونها ويصيحونها يقولون عنها الهريسة اللي ما عقبها هريسة. ها هريستهم بيضة وتيكها لحم ريج تتمايط ميطني وميطك. سمعتوا بها اللي يطرونها ميطني وميطك؟ هذه هي ها الأول نسمع بها واليوم ريناها هريسة أم طحنون. يلا الله يطول بعمرها الشيخة بنت الشيخ بنت خالد اللي بنت حيدون ما يبال رمسه. شوف الزبد زبد ريج زبد ريج زبد ريج. يا سلام سلم يا سلام سلم يا رب البيت والحرم. هذا عاد الحين بيت جسم وبيت سنة. إيه ما رمسناكم عن العصيدة قدمي هذا بليت هذا يلا أيوة وين أقدم هاي عاد عصيدتكم هاي العصيدة البانة تفنين يوم بتخدم تخدم شيء اللي هو يرزى ويستاهل يعل عمرك إن شاء الله عمرك عيب النبي يوم طحنون يطول بعمرك ويحفظك ولا يخلينا من يوم طحنون ولا يخلينا من يا بنت خالد يا الشيخة يا بنت بوي الدين يا الغالية للي ما حد يسواك. وهذه عادة خبيصتهم يا سلام سلم عادة هذه الخبيصة اللي ينضرب خليصة وزاقنا أبوه وتشلك خبيصتهم. هذا كله على حين بيتسنع يوم بيوصل الشيء قبل وقته تروم تتصرف تروم تعطي تروم تجسم على يار أخت أخو صاحب صديق. لكن يوم بيوصل بيقول شالين عليكم غدا انت مطرش الغدا ووصل الساعة 4 العصر منو بتاكله؟ ما حد بيروم ياكل الساعة 4 العصر ليه بيطرش شيء يطرش من وقت كل ابو يتسنع عليكم الساعة ها كل ابو أربعة شلوا لي كل ابو يتسنع وكل يترتب. ليش؟ أي شيء بيجيك من وقت تقدر لك دوره لك دوره تروم تتصرف تروم تعطي يعله دفاعة بلا عنك يا شيخة مهربة خالد يعله دفاعة بلا عنك يا شيخة مهربة خالد بن سلطان يعله دفاعة بلا عنك وعن ذريتك وذرية ذريتك يا رب العالمين تحفظك وتحفظ العين وتحفظ أبو ظبي وتحفظ الإمارات من مشرقها لمغربها وتحفظ أهلها ويعله إن شاء الله في ميزان حسناتك بتاكل أمنة أمة لا إله إلا الله بيت جد. وهذا كله تسنع ما يتم في البيت إلا قيس اللي يسد البيت وهله. ما بك الحين أنت إلا أكل وفلان مسوي هالكثر وفلان مسوي هالكثير لا نوعية الأكل شو وشو نوع الطبخ وشو من الطبخ وشو من اللحم وشو من العيش اللي مطبوخ به هالمايو وشو ترتيبه وسنة ووقت وصوله. هذه كلها يقول لك يبالها الحرمة تدرس جامعات ما تروم تتخرج انها تختم الشيء هذا راعية البيت اذا ما تكون منذ النشأة راعية علم وخبر وثجيله في العلم والترتيب وطريقة التنظيف وطريقة تسوي هيكلة العمال في البيت من ذكر وانثى كيف يشتغلون مستحيل يغدي الشيء مرتب كل شيء بالسنة ترتيب من استوت الدنيا مطحنون راعية الرقم ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين احيين بنتغدى بنعيم سنعتنا كل شيء الحمد لله جبت البشاشير والعمال وسنعت وعلمت كل شو يسووش ما يسوون لي وهالبيتي ويراني واخوتي بنطرش بنياس بنطرش يسمونها هيك الفلاح كلن بيوصل جسمه وبنتغدى حي تعرف بتسرت صرت في يد وبنتغدى الحين انا ومحسن وان شاء الله بويه جد البحر شو رايك؟ اروح بحر انزين مش راجع مصر تاني
ليش؟ اعمل حسابك مش عارف اقع مصر ازاي؟ ليش؟ يعني بعد اللي شفته ده كله اقع مصر ايه؟ هتنمرد على اهلي بعد كده الناس كلها خير وبركه ومصر بلاد الخير يا رب يسعدكم يا رب الله يعطيهم العافيه ويحفظكم. قوت البيبسي بارك الله فيكم يا بته دباركه من وين؟ من السياره مال منو؟ مال محسن. زين؟ هذا من البارحه تام في السياره. الحين هو يبي يتغدى قال يبولي بيبسي. عقب اتذكر ان شيء بيبسي بالسياره. نشعد احنا ويا ابو النحار يطبخ. حطه في وين؟ في هالتليليج الصغيرون هذه. هاي ترى الحين لب موصوله ويا كهرب ولا فيها ثلج ولا شيء شيات. حطه هاي قريشات بارده شويونه. هذا حار ضو حطه. يعني شو الحين تتوقع انت؟ بحسبها تسأل واحدة تسأل ازاي؟ انا بحسب ثلاجة فيها ثلج وجوه. انت يعني ما شفت يوم حطيت؟ لا. انت عارف ان انا ما بشوفش. You know؟ You know why I choose him from 100 million people؟ عرفتي ليه؟ اوكي. That's why. يلا. You understand now or not؟ I understand. خلاص. That's why. Thank you. يلا. Leave it for 20 minutes and bring it. ما شيتم. كلها. المساوق ما لحد. ليش؟ هذا كل أجر للي طبخ وللي جسم حتى اللي باع واللي ساق واللي واللي جاي من عنده وكل أبو يظهر. يعني الله يطول بعمرك يوم السنع كله يوم طحنون. يمكن بقول لكم حوالي 5000 لو 6000 اللي جاياتني مخالفات والسب الرادار. اليوم اتصلت في واحد من الجماعة الله يحفظه المرور قلت له أبوي إني معرض المخالفات. أنت ما تقولون طريق لقويفات 160؟ قالوا له معلومة 160 لكن الحين المكان اللي فيه تصليحات 120 وزخك الرادار يصورك من تتعدى 120. يوم طالعت أبوي ثرب ويقول لك من حميم لين الضبعية هذا مسموح 120 تزيد واحد على 120 يصورك الرادار. وأنا هيلة بيس أبوي شراخ رادار شرخ شراخ البلاء. الحمد لله هذا نصيبي. يا غير من عقب جسر الضبعية من عقب جسر الضبعية بوية تروم السوق لين 160 لكن أنا أسوق 150 135 145 ما أسوق زيادة. الحين أسوق 150 تقريبا. ويا مرحبا بن عويان إيش حالك؟ الله يسلمك يطول عمرك. يا مرحبا يا مرحبا بن عويان. وين سايرين براكة؟ نعم إن شاء الله. الله يحفظكم الله يحفظكم. وأنت وين شفتني أنا لابس؟ شو لابس؟ منو أنا طالع السيارة أقول حق خويا أقول له النجمة حلو الأسود. إيه. يوم خطأت طالع عنه لخالدي. خلني بتصل بتليفون الحين وبقول له يوم أنت ضارب خط لابس خط وين تبطل هذا الحر هذا؟ لا خليت منك. قربوا قربوا عندنا شوي هات ان شاء الله باذن الله باذن الله مرزوق ومحمد بن عبد الله وهلال انه اخذ العود إيه. كلهم هناك ابويا ان شاء الله نمر عليكم باذن الله. محمد منو في شوي هات منو محمد ولد احمد حياد احمد بس هون هي هناك هي إيه؟ بندي انه هناك موجود البارحه اشوفه مصور عياله. زين 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 الله يلاقي ما بيننا وياهم. هم مشغولين وياهم فريجهم يلا دميهم يا فريج ما تروح تقول في البنيان تسوي بيت كم خبره ما شاء الله يعلى الله يبارك له. والله يا بغرين ين ما كد ما حبنا بنيانه يعلى الله يمتع بجله ويحافظه ويبارك له في رزقه يستاهل والله. امين امين مر عليكم ان شاء الله. مرحبا مرحبا لا خليت من اسمك. المهم الله يحفظكم. انا من الاساس يوم بسافر حبيبي يوم بسير دبي ولا في الفجيره ولا اي بقعه لازم دلتي ملقمه وعدالي. كان حد عدالي بيرس يفنيلني لين اوصل. هو فنيال وانا فنيال هو فنيال وانا فنيال. ترى الغلام ما يعرف عن شو عرف سنه. انزين لا عارف انا والله؟ انزين عن قهوه والناس يقول لك فنجان وانت فنجان. والباقي ما تعرف شو الموضوع؟ لا اربس اربس. البارحه الله يسلمكم الزمزميه منكسره. الدله منكسره. وغادي الشيشه مالته يا غير رماد ما وعيت اللي اعطاني فنيال. والله بقول بي يا حبيب النبي وشلكم انتم
أنا شيء بين ضروسي شيء يرحني أقول له محسن هذا حينه هذا يزاز علي. هو أنا ما قلت لكش إنه أنا ما قلت لكش إنه الدلة اتكسرت زين الحين يوم تدري إن الدلة مكسورة ليش الصب لي محسن ولا بجد قلت لك ولا عرفت بعدها بعد ما بدأت البتاع وشبه كيف يعني أنا بهز البتاع كده لقيتها بتعمل تك 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 ما بصت بالبال لقيتها مكسورة قلت كنت شربت أقول لك كنت شربت إزاز قلت لك عشان ما تصدمش موت لوحدة كلفوني والله يا ابو خالي وعقب بحر ما حد شاد عنه والله العظيم محسن انت مشكله كيف كيف يعني هنت عليك ولا ولا اخت عليك انت تقول عليا ولا شفت انا كمان يعني كيف تعطيني يزاز قلت عمود احنا الاثنين مع بعض محمود طحنك خلق الله ما خلق وكان افتتاح جميل وحبيت هالمعلومه بس للتذكير ايش ده عندكم غلط ايه ابو حسين ايه سؤالك ولك مش لاقي عسكري في الشارع شرطه ولا اي حاجه عاملينها في الشارع تعرف ليه؟ ليه؟ كتر الامان الامن البلد اللي فيها امن وامان عمرك ما تلاقي لغط وناس قصدك ايه يعني مش عارف مش عارف لا بتجمع على حاجه عليا اه؟ بتجمع على حاجه لا يعني البلد اللي فيها الامن مستتب والقانون زي عندنا بس والنظام زي عندنا يعني ما تلقاها فيها وصلنا شويهات بشير مرحبا مرحبا حي هالشوف حي هالشوف هذا خلاص هذا الطريق شفت محسن هذه نهاية الاسفلت من هنا دلوقتي ده اسمه كتش اسمه ايه كتش يعني شط لا ده الكتش هذا ده دلوقتي اللي احنا بنمشي عليه اسمه كتش الشط لسه قدام منو يقول انت في بيت بحر ها منو يقول انه الحين نحن في بيت بحر اقدع ناس يا سلام يا سلام سلام ان شاء الله الباكوره باكوره ها وسمبوسه وكل شيء كل شيء كل شيء مرحبا ابو محمد سلام عليك نوذا هذا صغير شكلك كبير شما ها بعد الترميم بعد الترميم الحين رد حاله هاليومين ايه محمد بنقلة السلام عليكم كيف حالك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا الجو يا سلام سلم بحر طايح الدنيا ما شاء الله تبارك الرحمن من اول حق محسن نورك ليش شفت شو الاخبار تمام مبسوط زي الفل زي القمر زي العسل اليوم شوف البحر ما شاء الله طايح يا سلام سلم يا سلام سلم يا سلام سلم حافظ عليك يا الفايز حافظ عليك يا الفايز ساعة ابويا لبي يركب ابويا بيخنك ما بي ما بي ما بيتعطل ولا بيه الناحز نوري حق محسن الله امر القم امر طح بطارية ثانية بطارية ثانية ايه ايه بطارية قودر بابا قود قول لي هذا ملا هذا بس في ثاني سبير يا بسم الله الرحمن الرحيم هذا يقول لك ابليس وعياله سامحنا يا العماد سامحنا ما ودنا مفرط بكل خلص نسوي ما حد بياكل ولا ودنا ولا وايدين يموتون على العماد لكن نحن ابويا لا ناكل الساقل ولا نستلذ ولا ياكل الساقل يعيش نقط واحد اثنين ثلاثة وين طاحت الفوق الحين شوف الله عليكم شوف القوة منظرها هذا يا ابوكم المكان اللي عليه رضوان من الله يجيب العافيه مشاهده وتغطيته فيه مشاهد هالمكان روحه يجيب العافيه طال البحر تقعد طايح بارد بارد يعني
بارد. ليش ما يضرب ولا عمل؟ سبحان الله سبحان الله. شيء حرورة كم يوم تكل الحرورة ترشش عبرك بقطرة ماء. إيه نعم. من تانس الحرورة رشيت عبرك بقطرة ماء. كفى الله المؤمنين القتال. بس افتكيت من الصدع والديانة. قديت بخير وسهالة. شو هالشعاب؟ شعاب المرجانية. هل يقولون عنها الأول مثل المدرسة شعاب المرجانية وشعاب هذا الشعاب المرجانية. ها شفت السمك؟ يقارب أظنيها يا ربي اللو هناك. شوف اللو يمكن 500 ميل بحر. هذا شيء بغشة ليلو اتناع عتوبة شيء بغشة وشيء بغشة. هذا شيء بغشة جزيرة محمية غير مأهولة بالسكان. عيونها الكشات عيون من دلمة عيون من ضبي من المرفة جميع انحاء الامارات يوم كشات فنانة وغاوية ماشي شراته بلاد من كبرها ضم ابويها لك 600 ادمي. كانت وما زالت قشة بندر يوم الموي يوم الشمل والهويات والطهفات. عرب ابوي تبندر اللي جاي من شارق واللي جاي من غرب يبندروا بي قيلة وباتة ويلسوا يوم ولا شبه يوم ولا يومين من هالشو ابوي عقب ابوي حرم ساروا وين يبون ساروا على سنعهم كلن يسير وين يبى مكان ادم بيريح فيه بي ليسافرون الاول في اللنجات يون يرتاحون. هذا مكان للراحة عبارة استراحة واسمها قشة. يبيض فيها الصر والتعادلي يبيض فيها اللوه على اطرافها يعني بحرها من انظف الاماكن. بحرها نظيف حالها حالي باجي زر ضبي. وهذه بارك الله فيكم علي غشة بقايا باخرة من اميات السنين من اميات السنين ويي فقير اللوه ويقيل ويبات ويرتاح. شوف عينة من الله خير يعني مرة عالي غشة. طرف فورة هناك عندها الهرق باخرة أظني لحمة فرق. لوها ما زينة محمد وايد لوها. تلوموني يوم ما يصير شرق وغرب حد يبدل هالمكان يصير شرق وغرب. لا والله اللي يصير شرق وغرب هذا مقلت لا حيلة مقلت لا حيلة. اللي لي عنده صداقات وعنده جماعة وعنده أهل أهل سير وهيي وبحر. لا والله لا والله أبوي ما يبودك شيء يبود أبوي عن هالمكان اللي عليه رضوان من الله. شكرا الله عليكم الله أنها حياة الله أنها تحفظها من الزواج. أطباع نظيفة ما تلقط البحر مدلخ ولا بحالة لله ولا تلقط ابوي اللوث وما ادري شو. لا 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 اللهم لك الحمد النظافة ليه في الدنيا.
شوف اللو شوف اللو شوف اللو شوف اللو شوف اللو طلع عليه. كل شيء يكون شفتوا عسى اتمنى من الله انكم شفتوا اتمنى يعني. الحمد لله كان صبعي جدا البص مع الكاميرا عسى ان شاء الله كان على خاطركم شيء ثاني مرويكم اياه ان شاء الله تشوفون. كم باي قطع قطع وحده وثنتين واغلبيه ابوي كلها ينم او عنافيز اللي ليتين عنافيز كبار هاك اللي داني هنا هذا شرات الصر مبصر مبصر هذا يسمونه الطير الغشاش. ها شوف ما شاء الله شوف ما شاء الله شوف مكثرة شوف مكثرة تبارك الرحمن. كل ابوي فوق حالة فوق يزيرة غشة كل هذا فوق يزيرة غشة شوف ما شاء الله. اي والله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الطرف هذا ابوي من زيرة غشة ربنا يسهل ابوي احنا كنا بيتوحون الباورة بنمسي بنلبق الضوء بين بنعين من الله خير. لا همك الله ولا همي احد هذا حم تروع على بيضة تروع على ما حب اي قربك ما حب اي قربك ما حدنا الشاد عنك انا يجلس بعيد ابعيد احنا تشوفونهن هاي لاك مداحيهن مداحيهن مالات البيض شوفوا زايغات ان حد يصير جدا بيضهن كانهن اي ولا شوف شو اللي يخليهن يسوونهن نمونة زايغات طلع عليكم الحين هذا وقت مبيتن ويناه نحن عاد من زعجات الحين تعوذ الله من شركم سيروا عنا خلونا بنقيد بنرتاح بنهيئ ودرنا لكم كل بقعه لا عجينا لين بحر يوزف الهن يقولن عاد انا ابوكم زاد سيروا سيروا مكان ثاني غير هذا شوف الله عليك منظر جميل تبارك الرحمن هذه ها ابيض التن سبحانك معيلاته حليلهن حليلهن وين هن الهلال حليل العيال ما شاء الله مستويات يا شيخ ما تشوفهم ما شاء الله لكن فنينه حليلهن زخن هلال وزخ واحد بنزخه بس بنطعش قال نمو انت شامات حليل حليل اشوف خلي الزخه شوي ولي مخاطر ها ها تكلم ما حب يقول لك شيء ها سر عند اخوك 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 يعني ما تصير
سرت واحترت. ها حرام عليك بعد حرام علي. شو قلت لها؟ انا ما قلت له شيء. ترى محسن وين؟ محميه ممنوع حد يحرك ساكن. شوف هاك سايرات عند عيالها الحليله حليله حليله. كفافيج ولا حبايات ولا كفافيج؟ دايره ثلاثه نوع من الواطي. ها مهاجرات ماين يبيضن هني مكان تكاثرهن هذا وهالموسم. بسم الله ما شاء الله يزيدوا ويبارك. ربنا ربنا ياخذك. هذاك وين؟ ها لبجت الضوء لبقوا الضوء وحين بنعين من الله خير بنسوي عشانا نتعشى وبنظن. شو جايينها حية؟ شو ما شاء الله الدنيا خضرة تراها كل هالدنيا حية. هذا المطر لمس اللي ياهم سبحانك يا رب. حبة حبة حط ايدك تحت. حط ايدك انا شايفه فين؟ ايه اشوف ده واحدة واحدة حمامة دي ولا ايه؟ ايه حمامة دي ولا ايه؟ وين؟ ايه دي اشوف مش نونة مش بيبي دي؟ لا بيبي دي بيبي؟ امال ايه؟ انا ايش عرفني ايش عيفني؟ بيبي ولا مش بيبي؟ حبيبا يلا يلا محسن روح خش استحم. سوي واحد سمك حق يعني مشواي. اي سمك سوي لي صافيه. لا جش عود ابو محمد سو خلي سوي جش وصافيه. محمد سوي واحد صافي واحد جش زين. قولوا حاره والله اني اتحرى بارد. انت عاوز شاي؟ إذا بيسوون شيء يلا خش اغطس البحر. وين اغطس البحر؟ ها خش سر وزين سر سر واحترت عق النعال خاري عيي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 
سر نهاكو شبه محمد ها متغبب. طلع عليك ياو هاي حين بتعشاها. الجشة الصافية هذا أشل أولي بعد ما أدن حتى هلال سبع. هذا أبو نقطة هذا عادة أخيرا ما يكون يقولون وين التليفون هذا واتر بروف وين يكون علي أنا سير أجرب لا 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 بجرب ولا شيء. ها شيحيه يوم تعتري لك على هالحصى ابدا لا يبالك بدي كير ولا مني كير. ها تعتر سر عاد انت الفايز سر الله يهديك سر سر شويه تعتر ويلاتك على على هالحصى رقم واحد خذ عنك هاكل بدال ما تصير تدفع 100 عند هاللي ينظف الريون. ها. انت تعرف البول ايه والله ادعك رجليك في الـ في بتاع في الحجر دوت ولا بديكير ولا مانيكير شفت ما تدعك رجليك انت ما انا بعمل اهو والله ما تقعد انا شايف اقعد اخطر قد صلت الوي
بس هتلاقيني غرقت دلوقتي. لا نبو الله يخليك. مازين هالمكان مازينة مازينة. طع الويه بعد ما ليوص حسب ما يخترب شو اسوي؟ والله يا غدي لا غدي صنقاح سنقيس سنقيس لا غدي لو ما حط هذا والله لو ما حطينا هذا اللي يلوص على ويهي والله يا ابوكم لا غدي واحد سنقا داعي طول ذراعي سبعة سنن بوش حلتي والله لغدي وريع 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 سدح. اي نعم تريدها واحد صافي وواحد جش مافي. هذه ها زريدي زريدي هي هي كبير لا بكبير ولا لا قال ها بيت هني انا بوش بي فرشش وبيب لما ما اقدر اشرب شاي لا دوي في شكر شوف انتوا الله يكون ناخذها يا المنكر يا المنكر مكثره منكر منكر النواخذه هذه ور النواخذه اي ريلاكس قول لي اي والله هاي يقول حلو طار تو طايح اللهم لك الحمد نعمه يبقى الحمد وشكر اي والله احلم انك توصل هالمكان؟ لا سبحانك يا رب ولا انا مصدق لحد دلوقتي ها؟ ما شاء الله منظر جميل مستاديات من الفلبيني هلال الفلبيني سارجد بيوت عشوش مداحيهن مرلان كم؟ ابوي السيرة تكللت ابوي بالفشل هي نعم بالفشل هذا ما ضرب هناك ليه وتباركوا بالنواصي والاغنام ايوه والله العظيم الا وينك وين يشوف ربعه اي والله قاطع قاطع معقول يعني هم صنعهم كذي كيف؟ يشوف ربعه تعبانين ما يساعدهم؟ هي نعم شو يعني هذه؟ ها قاطع محب قاطع هذا مذهب لا اله الا الله وهو خبر خير وخبر لا يدري عن منو حديث بسم الله ابدا ما خلى شيء عن شيرين بتغني مصرية هاي اي والله اسمها لازم تعمل اي والله شيل لازم تشتم في اي حاجة محمد كيف دود محمد نعم. كم يحصل الحين طلع بطل شوف واحد ناجي كبير يجي ان شاء الله شوف شويه ليت اربط مني شوف كيف دود لازم لازم شوف حتى باصر كيف دود اكل كلك حديد نعيم عايزوني الشباب كل ما قلنا بنصور قالوا بين حمار بحد يصورني هذا مثلا من الصبح لا تصورني ولا عندك خبر يقول لي قلت له ابوي الشغل يقولوا له قال ابوي ما علي انا شغل تعال انت صاحي ولا هو صاحي صاحي الله العظيم المشكله ابو عبد الله سلام عليك حيت ما شاء يا ما زين لي يلغتك يا ابو عبد الله اسميك من يلغي يلغى فنانه تعبان هاي يقول اللي يقولون عنه من يلغ على ينبه شو تسوي هذه اللي يلغى يلغى اللي على ينبه ها شو تصير ابو عبد الله نحن والله معنا ما شاء الله المبروك محسن ايوه محسن عظيف يا جماعة اي والله ابدا ابدا تحرر الخيط الخيط تحرر عمرك الخيط تعقه في الغداء انت الحين ما نعم. تاكل مشوي انا نعم بس اي زين خلاص سوي لك مشوي جزاك الله خير انت تاخذ العشاء عندكم ها انت مسوي العشاء مسوي طباخ العشاء مسوي لنا العشاء يا رك الله يا ابو عبد الله يا رك هدق يدي خربت عليك التصوير عبد الله بن مرزوق من الصبح ياس اسوي عليك زوم يا ربي الحمد لله يا ابوك انك ما شابهت ابوك امس ها؟ امس شو؟ امسيت يا ابوك ممسي ممسي هذا ابن حضيب يا جماعه ما حد سمع اي والله يا ابن حضيب الله الله فينا تعال يا ابوك
كل هالعرب عرست عن ابوه مره؟ لا صدق عرس مره لا عاد سمعه اي والله لا تزاق غادي الحين شاكين احنا يا ابن حضيب ابوي تعال هذا العشاء بارك الله فيكم مقله مشوي مقله مشوي يا عذاب كله زين كله زين كله زين وياخذ سمكته اللي يباها وانا اخترت هذه هاي عادة الحجم هاي يسمونها وذينيين هذه عادة وذينيين الفنان اللي هي رقم واحد ها؟ جشة وذينية عودة يعني لولا أبو عبد الله؟ أبي هاي وذينية الحين عبارة؟ والله إذا تبع عن وذينية تشتري عادة ياك تسلم الله يا أبوكم اللي ما يتهلع على هالجشة وما يطعم منها ما عنده سالفة اللي بييلس اللحوم والحوم ليل بنهار ها. يا سلام سلام اليوم عاد شيء غلط يحطون ملح عليه غلط لا الله وايد الملح اليوم على المشوي يبالله عليك هذا ها هذا الملح يقولون عليه رضوانا من الله